في عملية هي الأولى من نوعها تقريبا، أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن حادثة استهداف عرض عسكري وسط العاصمة المؤقتة عدن، وهو الحادث الذي يعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى نجاح السياسات القائمة بعد أكثر من 4 أعوام من الحرب ضد ميليشيا الحوثي. تحررت عدن في أواخر عام 2015، وكان المؤمل أن تكون المدينة منطلقاً لأعمال تحرير باقي البلاد ومقراً للسلطة الشرعية، إلا أن ذلك كله ذهب أدراج الرياح لتتحول عدن إلى ثقب أسود لا يحكمه أحد، ومسرح لصراعات الفصائل المحلية ورعاتها الإقليميين. يقول البعض إن هذه النقطة بالتحديد هي التي أوصلت إلى ما حدث بالأمس وربما ما سيحدث مستقبلاً، إذ أن المعارك الجانبية التي أخذت عدن باتجاه التنكر لهيمنتها ودفعها لتبقى ساحة لمعارك أخرى أهدرت الجهود والموارد التي كان يجب أن تخصص للمعركة الرئيسية مع ميليشيا الحوثي، وهو ما أمد من عمر سلطة الجماعة في صنعاء لتعود الآن مستهدفة عدن ودول الجوار أيضا. بالمقابل يرى آخرون أن مثل هذه الآراء لا تعد عن كونها استغلالا للحادث للتقليل من أهمية فضال ببعض المكونات الجنوبية ومحاولة لاستبعادها وجعلها هامشا. لكن بعيدا عن ملابسات الحادثة والتي تأتي بعد أيام من إعلان الإمارات انسحابها من اليمن، فإن العملية تعد دليلا واضحا على خطأ سياسات ما بعد التحرير من وجهة نظري كثيرين. فهل آن الأوان لمراجعة تلك السياسات والمضي قدما في معركة إسقاط سلطة الميليشيا في صنعاء؟ للنقاش سيكون معنا من نيويورك الناشط السياسي أحمد الصالح، ومن الرياض الصحفي أنيس منصور. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد الصالح. منذ تحرير عدن تقريبا هذه أول عملية من نوعها تستهدف وسط المدينة، لماذا الآن برأيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية دعنا نعزي جماهير كاملة الجنوبية في داخل الخارج على مجزرة الأمس التي ارتكبت في حق كل من المقاومين الشرفاء وعلى رأسهم الشهيد الكبير أبو الإمام اليافعي الذي يعتبر قمة من الرياء والحنف والرجولة والصدق والإخلاص كأكبر قائد عسكري للمشروع الجنوبي للأسف الشديد حفظنا أمس. فتعازينا الحارة لكافة جماهير شعبنا في الداخل الوطني. أنا أعتقد في الحقيقة أن هناك مشكلة كبيرة جدا معقدة ما بين شركاء الحرب في الأطراف التي تقاتل الحوثي. لا توجد هناك مكاشفة حقيقية لما يفترض العمل عليه. جريمة الأمس أثبتت بأن المناطق المحررة مناطق مكشوفة تماما، وهذا الأمر الذي ارتكب بالأمس سوف يرتكب غدا وبعد غد في كل المناطق دون استثناء، لأنه لا يوجد هناك راجع حقيقي واحد تستطيع من خلاله أن نراهن عليه على الإطلاق. هناك مشكلة كبيرة جدا يجب أن نعترف بها، ثم نعيد صياغة ونقيم العلاقة ما بين الأطراف، ثم نتجه صوب المعركة الحقيقية وهي القضاء على هذه الميليشيات. لأن بقاء الميليشيات الحوثية بهذا الشكل سوف تمد يدها إلى كل مكان وكل بقعة. لا يوجد أحد في المناطق المحررة يمتلك مضادات للصواريخ، ولا يوجد أحد في المناطق المحررة يمتلك رادار ليكشف الطائرات إلا دول التحالف، ودول التحالف موجودة في بعض المناطق وليست موجودة في كل المناطق. وحتى دول التحالف ذاتها الحوثي نفسه اخترق المناطق السعودية، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعادة صياغة المعركة. أنا أعتقد بأنه الوقوف في معركة الحديدة دون انتهائها كان الحقيقة كارثة ومصيبة كبيرة جدا. يجب علينا مرة أخرى إعادة صياغة كل مواقفنا وتقييمها بالشكل الصحيح، ثم الانطلاق الى المعركه الحقيقيه في القضاء على هذه الميليشيات. هذه الميليشيات لن تستثني احد، وبالتالي المقاومه الجنوبيه وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ايضا تقف في هذا التوجه. فقط هناك بحاجه الى نوع من الشفافيه مع الشركاء الاخرين، نوع من المصداقيه، نوع من الضمانات لانهاء المعركه، وهذا ما يقدم ابناء الجنوب حتى في الاستيطان اليوم. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا السيد الصالح. أسأل ذات السؤال المشترك لضيف الآخر السيد أنيس منصور.
الذي ينضم لنا عبر أيضا من الرياض. إذن أرحب بك سيد منصور. هذه مثل ما قلنا منذ تحرير عدن، هذه تقريبا أول عملية من نوعها تستهدف وسط المدينة، لماذا الآن برأيك؟ طبعا يا أخي، هناك أوراق تلعب من خلف الكواليس، تظل يعني أدواتها مفضوحة ومكشوفة. هذه الأوراق اليمن أو الموقع الاستراتيجي لمدينة عدن، وجعلها محل أطماع ومؤامرات كثيرة، سواء المؤامرات القادمة من إيران وأطماعها، أو المؤامرات التي دخلت على أنها ستحرر اليمن من إيران، واتضح على أن الهدف ليس تحريرها من إيران، ولكن الهدف هو السيطرة والبسط والأطماع من دول يعني المدينة التي تقع على أهم منفذ بحري على الإطلاق. تعددت الأطماع الاستعمارية على اليمن، فترة عن طريق الاستعمار المباشر، وأحيانا عن طريق عملاء ومرتزقة تجندهم لتنفيذ أجندتها. ميليشيا الحوثي زرعتهم إيران، ولدينا ميليشيات أخرى زرعتها الإمارات، خرجوا عن مسار الشرعية كلاهما. اليوم الذي يحصل في عدن ليس الأول يا أخي، ولن يكون الآخر، لأن هناك ألغاما زرعت للأسف الشديد. خرجت الإمارات عن المسار العام للتحالف، خرجت الإمارات عن الهدف الأساسي للتحالف، وقامت بعبث. أعتقد أنكم في قناة بلقيس سلطتم كثيرا من الملفات، كثيرا من الأوراق، كثيرا من الأحداث، وهناك إجماع شبه عام جماهيري بما فيهم ضيفك الآن المتواجد في أمريكا. أعتقد أنه كان لديه نقدا حادا، وعلى ضوء هذا النقد الحاد قوبل بالتهديد، وأنا أتضامن معه ومع كل صوت جنوبيا حرا. اليوم القضية لم تعد حق الجنوب، اليوم القضية أبعد من قضية جنوب أو انفصال جنوب. خرجوا عن المسار، وشاهدنا يا أخي عملية ترحيل وتذكير المئات من البسطاء والعمالة. هؤلاء سيتحولوا إلى جنود مع الحوثي عندما تقوم أنت بملاحقتهم. هذا السلوك الذي صدر لدينا الكراهية، أنا أقول لك أن الإمارات هي التي صدرت إلينا الكراهية، وهي التي أضاعت قضية الجنوب، وهي التي قامت بتحويل الجنوب إلى كنتونات متصارعة صغيرة، وهي التي عززت ثقافة الكراهية، وهي التي تدعم الإرهاب، وآخر ما حصل سيد منصور قامت بمد يدها مع إيران والحوثي. سيد منصور، الآن يعني نحن نتحدث عن حادثة اغتيال، وأنت تتحدث عن الإمارات، هل تشير إلى ما يشير أيضا إليه كثيرون من أن الإمارات وراء عملية وراء هذه التصفية؟ هل تشير إلى ذلك؟ نعم، هل أفهم من كلامك ذلك؟ نعم، الإمارات الحادثة ليست الأولى. بعد أن انكشفت الأوراق واتضحت الصورة وظهرت ملفات خلايا الاغتيالات التي يتزعمها هاني بن قريك بحقائق وأوراق وأدلة أيضا استعرضتموها أنتم، بعد أن اتضحت كثير من الأمور، الآن جاءت مرحلة تصفية شهود العيان، مرحلة تصفية بعض القيادات. قبل يومين تم محاولة أحمد حامد لملس، وهو من أحد أعيان وكبار شبوة ورجل فاعل في المجلس الانتقالي، أرادوا أن يزحزحوه. دعنا لا نخرج عن الموضوع دعني أوجه هذه النقطة إلى السيد الصالح. دعني أوجه هذه النقطة إلى السيد الصالح. حسنك سيد الصالح، يعني يقول البعض ومنهم كما يبدو ضيفي أنه بالنظر إلى ملابسات الحادث فإنه قد يكون استهدافا للقيادي أبو اليمامة، ويشيرون إلى الأمر أنه يدخل في إطار خطة إماراتية لتصفية أثارها في المحافظات الجنوبية. هل يبدو مثل هكذا تفسير مقبولا، خصوصا مع يعني تغير السياسة الإماراتية الواضح فيما يتعلق بالموقف من اليمن ربما، وما يتعلق أيضا من الموقف مع إيران أيضا؟ للأسف الشديد سيدي العزيز بأن هذا تفسير ساذج وطفولي تماما. دعني أقول لك بوضوح تام، الإمارات العربية المتحدة، نحن في الجنوب بالمناسبة لم نستدعيها على الإطلاق، من استدعاها الشرعية التي يعمل معها ضيفا، نحن لم نستدعيها على الإطلاق أبدا، وبالتالي يجب أن يكون الحديث
القيادة الشرعية هي من استدعت هذه الأطراف، نحن تعاملنا مع هذه الأطراف التي استدعتها الشرعية، هذا أولاً. ثانياً يعني السخرية بمكان الحديث بأن الإمارات تستهدف منصة بهذا الحجم في ظل وجود قائد قوات التحالف كان موجود في المنصة يوم أمس، وعدد من ضباط قوات التحالف كانوا متواجدين يوم أمس في نفس الحفل، ولولا يعني لطف الله سبحانه وتعالى لكانوا أيضاً ضمن الضحايا. فبالتالي هذا أمر غير مقبول يعني لا منطقياً ولا عقلياً، من لديه حسابات خاصة وشخصية وصغيرة مع دولة الإمارات الحقيقة التي قدمت كل ما يمكن تقديمه للشرعية وللقوى المقاومة، فبالتالي لا يجب عليه أن يحاول أن يلبسها بلبس وكثير من المغالطات. نحن نعم لدينا بعض التحفظات على بعض يعني نوع الشراكة مع أشقائنا في التحالف السعودي والإمارات، لكننا لا زلنا نحن وإياهم في صندوق واحد، لأنه وجودهم بالنسبة لنا هو ضرورة كبيرة وحتمية لنا جميعا بما فيهم الأشقاء في الشمال أيضا. ولولا وجود الأشقاء الإماراتيين والسعوديين لكان الحوثي حدث لنا مرة أخرى بطريقة مختلفة. بالتالي يجب أن لا نصيغ الأمور بهذا الاعتبار، من كان لديه مشكلة مع دولة من دول التحالف يجب أن يعود إلى رأس الشرعية التي استنشقت التحالف. لماذا لا يظهر الصمود في رئاسة الجمهورية أو في رئاسة الوزراء بشكل رسمي ويتحدث عن الإشكال لديهم مع الإمارات؟ لماذا يضحون بهؤلاء الأطفال الصغار الوكلاء والموظفين الدبلوماسيين الصغار يتحدثون بهذه الطريقة؟ ألا يملكون الجرأة والشجاعة الحديث عن إشكاليتهم مع دول الإمارات العربية المتحدة؟ نحن عندما تكون لدينا مشكلة في نوع نتحدث بقوة وبشجاعة، نقول لدينا خلل في الشراكة لكن لن نتخلى عن إخواننا في التحالف كما أنهم لن يتخلون عن الأطفال. وبالتالي لا يجوز يا سيدي الأجل أن نتحدث كل يوم من صفحة أو من موقع أو من صحيفة بأن الإمارات فعلت والإمارات نزلت. نحن في الجنوب شعب حر وكريم، لا نقبل التبعية ولا نقبل الوصاية أبدا، نحترم الشراكة. الأشقاء الإماراتيين قدموا دماء أبنائهم، قدموا كثير من أموالهم، دربوا لنا جيش كبير جدا يكافح اليوم الإرهاب. بالأمس حصلت إشكالية في المحفظ، لولا دعم الإمارات لم استطعنا تحرير المحفظ في ساعتين. وبالتالي ما الذي فعل هؤلاء الذين يتشدقون اليوم من فنادق؟ يجب أن نخجل قليلا. نحن يا سيدي في قيادة الأمر والمرفق ونقول بأن معركتنا الأساسية معقول، هذا يجب أن يكون نقول لأشقائنا في التحالف هنا سواء السبب على طاولة واحد، كل من يقاتل الحوثي اليوم هو يسير آية التحالف. لماذا التحالف لا تجمع هؤلاء الشركاء على طاولة واحدة وتعمل بين صيغة من الوفاق والضمان الأساسية أنه يجب إنهاء المعركة مع الحوثي ثم سنعود نتفاهم بين البين؟ يجب أن نعيد بهذا الشكل، إما نقد الهدم ونقد الفوضى والتهم الجزاف من ضمنها الإخوان المسلمين وغيرها والتابعين للأجندة، هذا أمر غير مقبول اليوم ولا أطفال. سيد منصور، يعني مع وضع الاعتبار لما تفضل به السيد الصالح هنا، أيضا يعني انسحبت الإمارات أو خفضت تواجدها في اليمن، لكن ما الذي سيجعلها في نهاية المطاف تتجه لتصفية أبرز القيادات الموالية لها بهذه الطريقة، يعني وهي التي تعمل عليهم بفرض يعني ذلك أنها ستعتمد عليهم لتنفيذ أجندتها بعد الانسحاب؟ أخي العزيز، الآن أنا أقول لك أن موضوع الإمارات اليوم، هناك تقارير دولية، الصحافة الدولية، الصحافة العالمية تتحدث عن سجون سرية أدارتها الإمارات، عن اختطافات تقوم بها الإمارات، عن قتلا تحت التعذيب قامت به الإمارات، شوهت صورة الإمارات وأصبحت سوداء في الملف اليمني. اليوم بدأت أوراق أخرى تظهر للواقع وللحقيقة. هذه الأوراق لا تريد الإمارات أن تظهر أو تكون عليها كشاهد ودليل في ظل الواقع والصراع الحاصل. الأمر الآخر، عندما يقول لك الإمارات جاءت لأنها لتنقذ اليمن أو قدمت شهداء أو قدمت تضحيات، اليمن الإمارات قامت بتشكيلات وعززت تواجد الحوثي أكثر مقاومة الحوثي. الدولة التي فتحت سفارتها في سوريا والتي ظلت سفارتها مفتوحة في إيران والتي مدت هذا الأسبوع وأرسلت الوفود إلى داخل طهران، لا يمكن لها ومن المستحيل أن تقوم بتقاوم وكلاء أو وكلاء إيران داخل اليمن. على من نكذب وعلى من نغالط يا أخي؟ الأوراق اتضحت واضحة. هؤلاء ما دخل سقطرى بمكافحة الحوثي، ما دخل السواحل والجزر وباب المندب والموانئ والمطارات بمكافحة الحوثي،
هنا تشعر العملية عندما تأتي أنت لتدافع عن هذه الدولة التي ما دخلت في أي دولة إلا وفيها الفتن والفوضى والاقتتال. أمس يوم الأمس القريب أو مساء الأمس القريب تقوم الإمارات أو وكلاء الإمارات بتسليم معسكر كامل بمدينة المعفق بكل عتاده وبكل سلاحه وبكل الذخيرة، عملية استلام وتسليم. فشاهدنا المعذرة الخطيرة لخلط الأوراق. لماذا لم تسمح الآن الذي يقول لك لماذا الشرعية؟ يا أخي الشرعية اليوم تواجه ضغوطات من قبل الإخوة في المملكة العربية السعودية، وهي ضمن التوازنات الحاصلة، لأن الأثر سيكون أكبر. وإن كان اللي حاصل اليوم خرجوا عن المسار الحقيقي للواضح، لا هم انتصروا للقضية الجنوبية ولا هم انتصروا للقضية اليمنية ولا هم انتصروا للقضايا الإنسانية ولا انتصروا لأي شيء. خمس سنوات من القصف والضرب ماذا حققنا سوى أننا يعني نشاهد يوميا بعد يوم الحوثي يطور أسلحة ونحن نقتل بعضنا البعض ونحرض بعضنا البعض. هذا الذي حاصل. أنا أقول لك أنه مسألة الهجوم على معسكر الجلاء هو إحدى ثلاث خيارات: إما أن هناك تنسيقا وكان على حقيقته بقوة ما بين الحوثي وما بين الإمارات، وعلى ضوءها تمت عملية الضرب. هناك أول شيء لم يحضر قيادات التحالف، لم تحضر أو قيادات الإمارات تعودت أن تحضر في كل الفعاليات وفي كل المناسبات إلا هذه المناسبة، لا يوجد أي ضابط أو جندي إماراتي. هذه واحدة. الأمر الآخر يا أخي، هناك معانا منصات الباتريوت، أكثر من 8 منصات. أين هي إذا كان الصاروخ باليستي؟ أين هي من عملية التصدي؟ تم التصدي لطائرات كانت استهدفت معسكر التحالف والمعاشيق، لماذا لم يتم التصدي؟ وهذه ليست الأولى، حصلت الحادثة السابقة في منصة العند وراح حصلت عدد من القادة العسكريين. هذا الذي حاصل يا أخي. اليوم لا نكذب على أنفسنا، كل يوم تتضح ورقة وتنكشف أوراق أخرى وتبان الحقيقة على عيانها. هذا الواقع. الإمارات اليوم خنجر مسموم في حق اليمن، في حق الوطن، في حق الشرعية. أما أن تقول أنها انتشرت أو أنها خرجت أو أنها غادرت أو أنها أعزت انشرا، لا، هي غادرت من المناطق اللي فيها مواجهة مع الحوثي، لكن من المستحيل أن تغادر من سقطرى، من المستحيل أن تغادر من حضرموت، من المستحيل أن تغادر من عدن. هناك أطماع اقتصادية تريد أن تميت هذه الموارع وهذه السواحل حتى تنشأ أو يكون دبي أيضا تحافظ على استقرارها وتواجدها على حساب اليمن. اليمن اليوم محل صراع دوليا ما بين أقطاب دولية، ونحن اليمنيين ندفع الثمن. هذا هو الحاصل يا أخي. سيد الصالح، بوضع الاعتبار لما تفضل به الأستاذ أنيس منصور، يعني أعلنت ميليشيا الحوثي عن مسؤوليتها عن الحادثة، لكن بيان المجلس الانتقالي وتصريحات المنتسبين الذين يتبعون هذا المجلس جعلت الأمر يبدو وكأنه غامض، وكأنها تسعى لتحقيق هدف سياسي من وراء الحادثة. ما الذي يعنيه هذا؟ الحقيقة قيادة المجلس الانتقالي شكلت لجنة بالشراكة مع قيادة الألوية العسكرية والتحالف، وهناك تحقيقات تعرف مثل هذه العملية ليست، لا يستطيع أحد الحديث عنها جزافا بهذا الشكل. هذه عملية عسكرية نوعية لديها تكتيكات ولديها يعني خيوط كبيرة جدا، ويجب هناك أن تكون لجان من التكنيك العسكري للمتابعة في هذا الموضوع. لكن ميليشيا الحوثي اعترفت بالمسؤولية، حتى منهم خبراء العسكريين الحديث عن هذا الشكل. ميليشيا الحوثي اعترفت بالمسؤولية. بكل تأكيد نحن لا نشك إطلاقا بأن ميليشيات الحوثي هي الدافع وهي التي نفذت هذا الأمر، لكن كيف نفذتها؟ هل هناك اختراق من الداخل؟ هل تم زرع أحد في الجبال المحيطة؟ ما هي نوع السلاح؟ ما هي الطريقة وما هي الآلية؟ هذه أسئلة كبيرة جدا تجيب عنها، لكن ميليشيات الحوثي بالطبع هي من تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة، وهي العدو الأخير، بالإضافة إلى جبهات الإرهابية والمخالفة التي تعبث للأسف الشديد اليوم، وقد رأينا العملية المزدوجة أمس بالمناسبة، وهذا عند الأسف إنما يدل على
ان القاعده والجماعات المتطرفه الارهابيه هي الوجه الاخر لهذه الميليشيات الارهابيه الحوثيه. لكن دعني اعود مره اخرى لما قاله الضيف من قبل، ولو تكرمت اعطني وقت. تفضل. عندما يقول التحالف، اولا اقول شخصي التحالف لولا التحالف لما كان استطاع يستخدم دبلوماسي في السفاره ويحمل جواز ويستلم 5000 دولار بدون قيمه. لولا التحالف لما استطاعوا ان يتحدثون ويتنقلون اليوم من مكان الى مكان لانهم خرجوا حفاة عراة من البلد. لولا التحالف لما كانوا اليوم يستطيعون سيد الصالح سيد الصالح دعنا لا ندخل في شخصنة الحادثة الموضوع دعنا ندخل في شخصنة الحادثة لأن هناك حديث عن غياب قيادات الإمارات. تحدث السيد أنيس منصور عن غياب قيادات الإمارات الموجودة في التحالف، عن عدم عمل بطاريات الباتريوت التي من المعروف أنها إماراتية في نهاية المطاف لحماية المكان الذي يفترض بها أن تحميه، وهذا يعني قد يدفع إلى تعزيز فكرة وجود تنسيق حوثي إماراتي. هذا في أوهام يعني الجماعات التابعة لقطر وحزب الإصلاح للأسف الشديد. لكن هل يعقل؟ أنا أؤكد لك طبعا الآن، وأؤكد لك بأن قائد قوات التحالف قاطبة كان متواجد في منصة الحفل. ما جنسيته؟ لقوات التحالف كانوا متواجدين. هذا القائد ما جنسيته؟ عمل بطاريات الباتريوت أو مضادات الطائرات والصواريخ له مدى معين. جنسيته إماراتي. إماراتي وكان متواجد بالدليل القاطع، وأنا أستطيع أن أثبت لك ذلك بعد اللقاء لأرسل لك الصور التي كان متواجد فيها بعدد كثير جدا من ضباط التحالف. وهذه ليست مشكلتنا بالمناسبة، نحن لدينا الدم واحد، وأنا دم الجنوبي بالنسبة لي أهم من أي أحد آخر، ولا لا أقبل أيضا أن تسال قطرة دم واحدة والأشقاء الإماراتيين إخواننا وأهلنا. لكن عندما نتحدث وهذه تهم جزاف لا دليل لها، دعنا نقول مرة أخرى الشرعية بدل هذا التمويل لأطفالها من كل مكان، لماذا لا تستطيع أن تتقدم بخطاب رسمي إلى الأشقاء تعمل على شيء معين؟ أضلت بها الضعف أن تسمع عندما يتحدث عن الموضوع عقد التوازنات وضغط السعودية، معنى ذلك بأن هذه الشركة ولا قيمة لها وليست جديرة بإدارة شعب أو دولة أو قبلة. هؤلاء يا سيدي العزيز فجروا بصنف يكون جيش وطائرة ودبابات وأولى مدرع وكل شيء وقدران، واليوم لن يستطيعوا أن ينتصروا وهم يهربون في تلك المصرف في اللغة غير مقبولة. من ضيع الدولة ويملك هذه لن يملك ابدا، لن تجد الدولة الا الوقف الوطني والاعتراف الذي نعيشه اليوم من خلال اعتراف ما بعد 2015 قبلها. يجب عليك على كل ما حصل تقول بان هؤلاء كلهم اخوان واننا ضد الحوثي، لكن لدينا لن نتخلى عنه ابدا من الامر. قدمنا من اجله قرارات كثيره للدفاع والشهداء وكان اخرهم الامس. هذا موضوع خط احمر بالنسبه لنا، والله لن يقبل جنوبي واحد المساومه عليه مهما كلفنا، لكننا سنقبل الوفاق بيننا حتى نقضي على هذه الميليشيات. وبالتالي مساله الجنوب ليست مسؤوليه الامارات ولا مسؤوليه السعوديه، هي مسؤوليه ابناء الجنوب، مسؤوليه القياده الموجوده اليوم المقاومه الجنوبيه التي فوضت القائد الرفيدي الذي يمثل التيار العريض اليوم، ولن نتخلى عن هذا الموضوع مهما كان عويله. ويجب عليهم احترام دماء الشهداء على الاقل. بالامس الرئيس هادي وعلي محسن وكثير من الشرعيه اعترفت الشهداء الذين سقطوا بالامس بانهم قيادات عسكريه، فهؤلاء لهم سنتين والولوم بان طيب يعني وضحت النقطة، وأنت تحدثت على أن قائد القوات التحالف الإماراتي كان موجودا، هذه النقطة يعني أعيدها إليك سيد منصور، وأسألك أيضا برأيك لماذا تعمد يعني تعمد المجلس الانتقالي وأعضاؤه تجاهل الاعتراف الحوثي بالمسؤولية عن الحادثة وذهبوا يهددون باتجاهات أخرى، يعني ما الذي يسعون إليه؟ أقصد المجلس الانتقالي. أنا أقول لك أول شيء، أنا بصفة رسمية للشرعية أقول لك أنفي نفيا قاطعا وجود أي ضابط أو جندي إماراتي داخل منصة الاحتفال، لا وجود لأي ضابط أو جندي. وعبر قناة بلقيس أنا أتحدى أي واحد يعرض علي صورة أو فيديو أو أي مشهد لتواجد القوات الإماراتية داخل هذا الاحتفال، غير صحيح، أنفي نفيا قاطعا. الأمر الآخر، لنتجاوز هذه النقطة الآن،
لماذا تعمد المجلس الانتقالي برأيك وأعضاءه أيضا تجاهل الاعتراف الحوثي بالمسؤولية عن الحادثة وذهبوا يهددون باتجاهات أخرى؟ ما الذي يسعون إليه؟ أخي واضح يعني الحوثي أعلن المسؤولية وهم يهاجمون الإصلاح ويهاجمون الشرعية ويستخدمون أسطوانة قطر أسطوانة تركيا في كل حادثة. تصور أنت حتى الحوادث العائلية والقضايا الاجتماعية وقضايا الشباب والرياضة وقضايا صراع الحافات، كل شيء يتم تحميله الشرعية الإصلاح قطر تركيا، أسطوانة معزومة مفلسة واضحة أن الإمارات تريد أن تنفذ أسطوانتها وتقوم الذبابة الدحلانية باستخدام هذه الشماعة. يبقى أنت كان معكم ضيف، أنتم تعرضوا له الدلائل والحقائق وهم الانتقالي وتقول له هذا الحوثي أعلن عن مسؤوليته وهذا كذا، ويقول لكم لا 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 الشرعية هي السبب. تعرف على أن هناك تنسيق الحوثي. الأمر الآخر، الأجلس الانتقالي عندما قام بتشكيل لجنة، هل تعلم أن اللجنة منعت من الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية؟ قاموا استخدموا لجنة من تبعهم، قيادة المنطقة العسكرية غير موجودة في اللجنة وهي المسؤولة من ضمن الاستخبارات اليمنية غير موجودة، الأمن القومي المعني بالموضوع غير موجود، الأمن السياسي المعني بالموضوع غير موجود، كل هؤلاء غير موجودين، اكتفوا بوجود أو بشخصيات أو برموز أو بهيئات سياسية من المقربة الذي يمكن أن يتم فيها المشروع. لماذا هناك تساؤلات تفضح الإنسان مهما كانت المبررات ومهما كانت المعطيات ومهما تم التسويق والتشنج وكيل الاتهامات؟ الأوراق واضحة يا أخي. اليوم لو نزل مراسل قناة بلقيس يستطلع الشارع الشعبي العام من هو من 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 سبب كل ما يحصل في عدن، الإجابة واضحة ومعروفة. أنتم لو أجريتم استطلاعا على شبكات التواصل الاجتماعي ستعرفون النتيجة. كل الناس الرجل الراعي الأغنام الأمي الموجود في البادية الذي لا يعرف ولا يقرأ ولا يكتب أصبح يتحدث على أن الإمارات هي من جلبت إلينا كل المساوئ والأسوأ، وأنها أسوأ من ذلك. الذي أدخل الحوثي إلى عمران نكاية بحاشد والإصلاح، والذي أدخل الحوثي نكاية بجامعة الإيمان والإصلاح إلى صنعاء، وهو من يتعاون اليوم مع الحوثي لبسط السيادة والسيطرة. وواضح الخطاب المتناغم ما بين الحوثي وبين الإمارات، واضح وضوح الشمس. الأجندة الانتقالية أو القيادات الانتقالية لو تنظر إلى تاريخهم كانوا في إيران وكانوا في بيروت، وكانت عبر قناة عدن لايت وحزب الله وغيرها من العلاقات القديمة والعشق القديم، والعلاقة لم تكن علاقة سياسية ولكنها علاقة غرام وعشق وتواصل وتربية وأحضان قديمة جدا العلاقة ما بينهما. لا يصدق على أن الأدوات التي تمارس العنصرية والمناطقية ضد البسطاء هي انتقاما لمقتل أبو اليمامة أو عدد منهم. لماذا لا 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 لا, لا, لا تقوموا بطرد الحوثي أو مواجهته من السابن من كثير من الجبهات؟ لماذا هذه اللغة التي تنحرف عن مسارها وعن عنوانها وتتجهون لكيل الاتهامات هنا وهناك؟ أنا أقول لك يا أخي، الشرعية كما يقول الأخ ليست ضعيفة، وإن كانت هي واقعة تحت أسباب الإقامة الجبرية ضمن المؤامرة الواقعة على الدولة، لكن مع ذلك هناك أصوات يمنية شرعية. طيب ما تقوله ما تقوله سيد أنيس منصور يدفعني للتساؤل، وهذا التساؤل أوجهه للسيد الصالح، يعني في ظل استمرار علقرة معركة التحرير مما يبدو أنه دول التحالف، وكذلك عرقلة الحكومة في عدن كما يشتكي الكثير من الوزراء من قبل المجلس الانتقالي والقوات الموالية للإمارات، وعدم وجود سلطة حقيقية في العاصمة المؤقتة عدن، ألا يبدو ما حدث هذه الحادثة استهداف معسكر الجلاء أمرا متوقعا؟ يعني لماذا يبدو المشهد وكأن القائمين على السلطة المحلية في عدن والأمن تحديدا في عدن وكأنهم متفاجئون من قدرة ميليشيا الحوثي على استهداف المدينة؟ نحن لم نتفاجأ، نحن صعقنا لأننا خسرنا كوكبة كبيرة جدا
ولكن نحن في حرب لا زالت مفتوحه مع الحوثي، ونقدم كل يوم قوافل الشهداء في كافه الجبهات، وبالتالي نحن حربنا لا زالت قائمه مع هذه الميليشيات ولم تقف ابدا. لكن دعني اقول لك بان ما فعل الحوثي بالامس قد يفعلها غدا في استهداف قصف معاشير وفي رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه، وبالتالي يجب على هؤلاء الذين يعقون اليوم هم بانهم يكونون تابوا. نحن نقول بان الحوثي هو القصف الوحيد، ونقول بان الحوثي بشراكه مع الارهاب والجماعات المتطرفه سيستهدف الجميع، وبالتالي نرسل الى رئيس الجمهوريه نقول له بانه هو الطرف الوحيد الذي يستطيع ان يمد يده بشراكه مع ابناء الذين يشكلون واقع على الارض والاعتراف بواقعهم حتى يستطيع ان يخوض حربه ويعود رئيس كما كان. الرئيس لم ولن يكون يوم من الايام قوي منذ انتخابه في صنعاء الا عندما كان هناك في عدن بجوار أيدروس الزبيدي وقاده ابناء الجنوب، ومنذ ان تخلى عنهم اصبح ضعيفا مثل ما يقول الجبريه لا يستطيع. اي رئيس واحد يمتلك شرعيه دوليه كامله لا يستطيع بلد ان يقود بلده، لماذا؟ لا وجود لحرب داخليه ولا جيش ولا وجود لقبول، وبالتالي رئيس على ماذا؟ رئيس على 20 غرفه فندق واربعه وزراء ومش عارف ايش. انتهى سيدي العزيز، لو كنت موجود والله لما قدمت صفقتي. نحن نقول بان الرئيس جنوبي ولا نقبل له اي اساءه ابدا، نقول بانه على ان يمد يده ان ينفتح قليلا وان يكون رئيس وان تقدر المرأة، ومن هنا ان يكون رئيسا قويا ويعود مره اخرى مثل ما فهميناه في تلك الايام. وبالتالي اما اننا نكون اليوم نجحف وننكر الناس ونصنفهم ميليشيات ارهابيين وعملاء الامارات التي هم طلبوها، هذه فشله ولن نقبل. نقف على ارضيه سلطه لاحداث ثابته، لن نتخلى عن مشروع الجنوب وعهدنا بان نسير خلفهم. هذه قضيه بالنسبه لنا لا نقاش فيها ابدا، نمد يدنا للشراكه مع القوات الاستراتيجيه ان اراد ذلك بما يحفظ تبادل حتى نتحكم بها مع ركبتنا. اما عن خطابهم سهامهم في صدورنا ويريدون ان نقاتل لهم الحوثي وهم يستلمون الرواتب في فنادق الرياض، فتبا لهم الف تبا ولن يعودوا مره اخرى الا بثبت. سيد انيس منصور، تقولون أن السبب الرئيسي هو عمل المجلس الانتقالي والإمارات على حرف مسار المعركة مع ميليشيا الحوثي، في حين يعني أن هناك الكثير من الجبهات البعيدة عن جبهات الانتقالي والتي يمكن بكل بساطة أن تنتقل فيها المعركة أو أن تستمر تتواصل فيها المعركة مع الحوثيين، لكنها أيضا متوقفة. لماذا في كل لحظة يعاد الحديث على أن المشكلة من المجلس الانتقالي وعلى أن المشكلة مع الإمارات وكأن هناك محاولة لتبريء الشرعية من الفشل؟ أخي العزيز، الشرعية تعرضت لطعنات. الممارسات التي تقوم بها الإمارات ضد الشرعية هي خدمة مجانية للحوثيين. الفوضى، العتاد والسلاح والذخيرة والمعسكرات والسجون وكل ما هو إمداد داخل مناطق الشرعية المحررة لو ذهبت إلى مناطق الجبهات لكان التحرير قد انتهى وقد تحررنا منذ زمن. لكن يا أخي، أن يتم إمداد جبهة تعز بالقطارة وبالتبرعات ويتم إمداد ميليشيات خارج إطار الدولة بعشرات أو مئات المصفحات والذخيرة والطيران، ماذا يعني ذلك؟ هل هذا هو التحرير الذي جاءت من أجله الإمارات؟ أخي العزيز، ضيفك بالأمس يغرد ويقول ويهاجم ويتعرض لحملات قوية جدا بيمائها وصلت تهديدات رسمية من هاني بن بريك، وهو قال بس كلمة واحدة، قال يجب أن لا يكون هناك أي حفل تخرج لقوات أو عرض عسكري إلا بتواجد ضباط التحالف في المنصة الرئيسية بجوار قادتنا. هذا أقل ما تطلبه الشراكة. على هذه الكلمة أكالوا عليه الويل والثبور، غير قابلين به ولا بمنطقه. انظر، هذه واحدة من لأن الرجل وإن كنت أختلف معه لكن قال كلمة حق، ولابد أن نعترف ونحن تضامننا معه. هذه صورة ونموذج بسيط من العقلية التي تدار بها الإمارات مع الصحفي بسيط. فكيف مع الشرعية؟ كيف مع الواقع؟ كيف على الأرض؟ هناك بغوة أنت يا أخي. اليوم الشرعية أربع محاولات انقلاب، أربع محاولات انقلاب داخل مناطق الشرعية من قبل الإمارات وأدوات الإمارات على الشرعية. اليوم الإمارات هؤلاء الذين يكيلون الخطاب العنصري ضد كل ما هو شمالي
هناك معسكر لطارق في بير احمد يرفع علم اليمن وشعارات اليمن مسموح لانه بإعادة الامارات، بينما البسطاء والباعة ممنوعين. هنا اللغة، هنا طيب هذه النقطة خطيرة سيد منصور، هذه النقطة خطيرة، يعني اتركنا من كل ما فعلته الامارات وقوات العسكرية في مواجهة قوات عسكرية، يعني مع كل علامات الاستفهام حول ذلك، لكن سيد الصالح بعد الحادثة ذهبت آلة الانتقام كما يبدو الموجهة من قبل الحزام الأمني باتجاه استهداف عمال شماليين في عدن، هل هذا هو أقصى قدرات القوات المدعومة إماراتيا في عدن والمحافظات الجنوبية الاستقواء على العمال؟ غير صحيح يا سيدي العزيز، دعني أقول لك هناك من أثار بعض الصور القديمة التي حصلت في فترات سابقة لحملات أمنية كانت تستهدف المخالفين الأمنيين ولم تستهدف الناس على مناطقهم، حاولوا تسخيرها أمس في ظل تلك يعني الإرباك. لكن من ناحية منطقية وعامة أبناء الجنوب بقياداتهم ومؤسساتهم، هناك أخبار موثقة سيد الصالح، هناك أخبار موثقة وهناك فيديوهات حول ذلك، هناك صور أيضا اليوم أو غدا أو في أي وقت على دعني أقول لك نعم دعني أقول لك هناك إن كان هناك من أعمال فردية لأفراد فهم لا يمثلون كيانات أو تيار، قد يكون هناك أيضا بعض الأشخاص أو الشخصيات أو الجماعات المدسوسة التي تحاول الاصطياد في المعاكر حتى تسيء لمشروعنا أو لأبنائنا، وهؤلاء ينشطون في مثل هذه الأمور، وبالتالي هذا أمر نحن نطالب وزارة الداخلية المعنية الأولى بأن تقوم بواجبها تجاه هذا الأمر. لكن من ناحية نحن ككيانات سياسية المجلس الانتقالي وكل القوى الجنوبية الكبرى لا تقبل على الإطلاق من فتح ذراعيه لأبناء المناطق الشمالية كنازحين لم يقبل اليوم الإساءة لهم، لو كنا لم نجدهم لوقفنا لهم في الحدود ومنعناهم، هذا الأمر يجب علينا الترفع عنه. لكني دعني مرة أخرى أقول وأقول كما يقول الأخ يمثل الشرعية، يقولنا منذ بدأت الحلقة كل كلامه ضد المجلس الانتقالي وضد الإمارات ولم يذكر الحوثي حتى مرة واحدة بالعدالة، لتدرك تماما بأن مشكلتكم الأساسية الحوثي، مشكلتكم مع طرف آخر الحوثي بالنسبة لك. لكن هو يقول أن الشرعية طعنت من الخلف، كيف يمكن أن تواجه ميليشيات الحوثي وأنت غير مؤمن أرضيتك الخلفية وأنت غير مؤمن العاصمة المؤقتة التي من المفترض أن يعني أن تنطلق منها لمواجهة ميليشيات الحوثي وأن تصنع فيها النموذج؟ هل صنع برأيك النموذج المناسب في عدن لإقناع الناس في بقية المحافظات بنموذج المناطق المحررة من ميليشيا الحوثي؟ هل أنت قابل بما يحدث بعدن؟ سيد الصالح؟ أنا لست قابل، لكن دعني أقول لك بأن الشرعية هي من أفشلت ذاتها، لم يطعنها أحد من الخلف، وبالتالي هي دولة معترف بها رسمية، إما أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بأنها تقبض إرادتها، وإما أن تقدم استقالتها ويأتي الشعب من يستطيع الاتكاء عليه. أما الشرعية عندما تتحدث بهذا الخطاب الانتزامي فهي حتى تتحدث كأنها شيخ قبيلة وليست كأنها دولة معترف بها الأمم المتحدة والعالم. وعيب والله يكون الإنسان يخجل عندما يسمع الشرعية تباكوا النساء بهذه الطريقة الصحيحة. نحن نقول لهم تعالوا يد الشراكة ممدودة، هم يرفضون، يقول لك لا تقول تعالوا فوق صوتنا. نفعل يا سيدي العزيز انت لا تملك شيء، نملك الجيش، نملك الارض، نملك المقومات، نملك الحرب الشعبيه، وهو يجب ان اكون الوحيد. لو كنت انت الوحيد لكنت في صنعاء عندما انتخبك وثم رحلوك يعني هاربا كلهم. لكن دعني ايضا اقول لك مره اخرى بانه نحن ايضا في هذه الازمه، لماذا هناك الجبهات التي يتحدث عنها الاخ ان تم لا يتم اكثر من جندي بصر واحد الى اليوم لهم ركزة جبهاتهم كلها التي هي في المناطق الشمالية. طيب قد وضح هذه النقطة السيد أنيس منصور قبل قليل، لكن هناك ملفت يعني هناك تزامن أيضا لعملية أخرى، عملية يعني جاءت عملية استهداف العرض العسكري مع عملية إرهابية أخرى استهدفت مركزا للشرطة في مكان آخر من المدينة. أسألك سيد أنيس منصور برأيك هل من علاقة بين العمليتين؟ طبعا العلاقات مترابطة بعدة عوامل. العامل الأول تعرض قيادات لحادث مروري مشبوه في اليوم الأول داخل شبوة. العامل الثاني
البيان الذي صدر من الانتقالي كان بيانا واضحا معروفا. العملية الثالثة هجوم على مركز الشرطة بنفس التنسيق وبنفس التوقيت مع الهجوم على يربط العلاقة ما بين الثلاثي الشر بين ثلاثي الشر بين الإرهاب والحوثيين والإمارات. تزامن ذلك مع عملية استلام وتسليم معسكر داخل وعتاد داخل المحفظ. وربما الأيام القادمة ستشهد تطورات لها علاقة بالتطورات الأخيرة والانسجام الأخير ما بين الإمارات وإيران. كل الاحتمالات واردة، كل الخيارات يعني أعتقد أنها قادمة. أشياء إضافة إلى ذلك عملية يعني الضغط الذي حاصل حقوقيا ومنظماتيا ودوليا على الإمارات وكشفها في عملية توزيع سلاح لعناصر إرهابية حسب الواشنطن بيست والأسوشيتد بريس وعدد من الوكالات، أشياء تضح تفوح رائحتها. محمد بن زايد لا يستطيع أن يذهب إلى بعض الدول وإذا غادر أو سافر تخرج تظاهرات ضده بسبب فضائحه داخل اليمن. أوراق كثيرة جدا اليوم على الأرض وهناك أوراق جديدة ربما تظهر. توقف الجبهات لها علاقة، الانسحاب من الساحل وعملية دمج القوات تحت قيادة طارق ورفض قوات العمالقة هذه أيضا لها تطور آخر. أشياء كثيرة جدا أعتقد أنها واردة، وهذه العمليات ستكون عمليات منسجمة متفق عليها. إلى الآن لم يعلن من المسؤول عن العملية. معروف أن عناصر الإرهاب دائما تعلن عن أي عملية وبهذا التوقيت. ثانيا القوات الإعلام الإماراتي تعامل على أن القوات الموجودة في شرطة الشيخ عثمان هي قوات الحزام الأمني، لا، هي قوات شرطة محلية تابعة لوزارة الداخلية اليمنية ليس لها علاقة بالحزام الأمني الإماراتي. هذا أيضا صورة واضحة من عملية إضعاف المؤسسة الأمنية والعسكرية التابعة للشرعية ناهيك عن عملية اختطاف بعض القيادات العسكرية. طيب دعنا نضع كل ذلك جانبا الآن. أسألك سؤال أخير سيد الصالح وفي دقيقة، في حين يعني ما كان من شأن مواصلة معركة إسقاط ميليشيا الحوثي في صنعاء، من شأن حماية عدن المحافظات الجنوبية تحقيق أرضية ربما أفضل لتأمين استفتاء وطريقة أكثر حضارية لاختيار كل من يريد ما يريده، أليس يعني ألم يكن أن اعتقاد المجلس الانتقالي أن معركته الحقيقية هي سعادة الجنوب العربي في هذا التوقيت تحديدا كان خاطئا؟ ألا تبدو هذه الحادثة فعليا وكأنها منبه صفعة حقيقية للتذكير بأن المعركة الحقيقية هي مع ميليشيات الحوثي الآن؟ بدقيقة لو سمحت. لا على الإطلاق، نحن مشروعنا بالأساس وتضحياتنا مقدمة منذ 2007 وبالتالي لن نتفاجأ ولن نتفاجأ. كل أبناء الجنوب في الأساس مشروع شهيد من أجل قضيتهم ومشروعهم. نحن نقول بأن العمليات المزدوجة التي أمس أثبتت بأن هناك شراكة حقيقية بين الحوثي والميليشيات الإرهابية والمتطرفة، وأيضا هناك غطاء من بعض أعضاء الشرعية للأسف الشديد. موضوع القضية الجنوبية موضوع قائم ولن أحد يتخلى عنه على الإطلاق. نحن في أداء مفتوح مع هذه الميليشيات الإيرانية، جنودنا لا زالوا إلى اليوم في المناطق الحدودية وأيضا في بعض العمق في المناطق الشمالية يقاتلون. لن نتخلى عن هذا الهدف، نتمنى فقط من الأشقاء الذين في هم وقواتهم حتى يقوموا بواجبهم من أجل أن يعودوا إلى منازلهم فقط. سيد منصور، يعني دوما ما يؤكد هناك تكون هناك تأكيدات على ضرورة العودة من أجل العمل مع المكونات الجنوبية من أجل العمل على إسقاط الميليشيا في صنعاء، لكن في نهاية المطاف لا تقبلون بالعمل وفقا لإطر تستوعب هذه المكونات وعلى رأسها المجلس الانتقالي بشكل أفضل، لماذا؟ أخي العزيز، أول شيء أنا أريد أن أقول لك من الذي منع من عودتنا إلى داخل اليمن؟ الذي منع طيران الرئيس عبد الرب منصور هادي ومنع الوزير الشباب والرياضة نايف البكري وعدد من الوزراء والمحافظين ومنعني أنا كصوت إعلاميا ضد هذه المشاريع ومنع المئات من أبناء اليمن ومن أبناء الجنوب تحديدا هم هؤلاء سلطة الأمر الواقع الميليشيات الإماراتية التي جهزت ضباطا متواجدين في المطارات والمرافض
بالمنافذ لهذه العملية. كيف تريدون أن نعود إلى الوطن وأنتم تمنعون من عودة انعقاد مجلس النواب، تستفزون الوزراء المتواجدين وهم فقط في منطقة واحدة في منطقة المعاشيق، تلاحقون الباعة بقوات. طيب لماذا لا يحدث الآن محاولة لإيجاد أرضية صلبة مشتركة للعمل ضد ميليشيات الحوثي التي يعني تقول الشرعية دوما أن إعادة الشرعية إلى صنعاء وإخراج ميليشيات الحوثي منها يعني من سلاحها هو الأمر الذي سيستقر بالبلاد؟ الإمارات الأخير، باختصار أنا أقول لك نهاية، التقارب الإيراني الإمارات الأخير عزز عدم وجود أي حاسم لمسألة الوقوف ضد الحوثي لا من قريب ولا من بعيد. الناشط السياسي أو الصحفي أنيس منصور، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك. وكذا الشكر موصول للسيد أحمد الصالح الناشط السياسي، كان معنا عبر السكايب من نيويورك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.